Christ is an S. The party was awesome. Fucking awesome, man. It's perfect. I mean, it couldn't get a better party than this. صحفيين شكون اللي بلغهم؟ علم لله نظارة انفرشوا. وهذيك شرطة السير اش كدير تما؟ فضولة صافي تنجح. كمون. انسبكتور نعينيها. الله يرضي انسبكتور هنا شرطه في ناحيه شرفنا سيدي طبيبه اختباريه انا الدكتور كما لقيناش الراس ديالها ما لقيتيش الراس ديالها ما خلات حتى شي اثر ما كاين حتى شي شاهد ما كاين حتى شي شاهد هنا ما كاين حتى شي شاهد هنا ما كاين حتى شي شاهد هنا شوف الجد القرعه سمحوا لي ندير الكشف التلقائي هذا بدون شك اش بي 86 سينياليزاسيون نوكتورن سيبوردوني ما فهمتش معنيتها بانها قرعه حريزيه عندي هنايا الدلائل اللي كتبت بانها قرعه حوزيه وعندي هذا السيدي هذا ديال العرس ديال بنت خالتي اللي فيه القصعه ديال الكسكسو فيها القرعه كاليه بنت خالتك ولكن ما فهمتش ما كاينش كاين الراس وما كاينش الجثه يعني هذا ما كانش ديال كاسك ولكن هذا الشاف في الاشاره كان كيبينو تلاح المهم هادشي غندي انا المختبر ومن بعد نتفاهم هذا كاين ميساج الشرطه الفلاحيه وهاد القضيه ديال الشرطه الفلاحيه عارف راسك مع من كدوي؟ مع انسبكتور هنا عميد الشرطه الفلاحيه جاوب على التليفون ديالك جاوب تفضل معايا الو ويسي يس واخا سي بون قضيه تو بو كيتي البلاط عارف راسك مع من كدوي؟ انسبكتور هنا على الشرطه الفلاحيه تهلا في راسك وين؟ انسبكتور نعينها ملي كنقول نعينها كان عندي الشرطه الفلاحيه في وصلت القضيه ديال بعد واحد التحريات كبيرة حاولنا غدا تعرض عليا داكشي ديال الافلام المغربية تحريات وداكشي كيهضر معاك نعينيها فين وصلات؟ راك عارف الخدمة ديالنا كطلب في هذا الوقت سيرتو مع داك السفاح ما كيخلي بصمة وحدة ما كيخليها شم بغيتي تشم ريحة الموت سمعتيني البصمات دابا يخرجوا ودابا تكون عندنا التحريات وبغينا نتأكدوا واش حوزية والدروك فهم؟ يلا طلق راسك عرف راسك مع من كدوي Thank you.
السلام عليكم أعزائي المشاهدين، دائما في برنامجكم شاشا شو. اليوم موضوع كيهم كل شيء. إلا قلنا لكم مثلا قف دراري ماشي معاك، إلا قلنا لكم وماشي معاك كاميرامان خويا زكريا تنزا. المهم الموضوع ديال اليوم هو قانون السير. وكما كتعرفوا المغرب ما بين البلدان اللي عندهم بزاف ديال حوادث السير، وهذا القانون الجديد جا باش يبدل لنا شي كامل فعلا. وباش نستمعوا لارائكم حول هذا الموضوع ديال قانون السير، درنا لكم هذاك الرقم اللي له راهو شتو. دغيا بان لكم. الو الو، انا الوليدات. الو الو، صباح الخير، كي دايرين؟ لاباس؟ بخير. عندي واحد تدخل بشأن مدونة السير الجديدة، ما نبقاوش ناخذ الأشياء من الجانب السلبي ديالها. سي فغي ما عندناش البنية التحتية، ولكن المدونة خلاتنا كنديروا السبور. أنا كندير على الأقل ساعة ديال كنتمشى فيها ديال لامارش ما بين الخدمة والدار. علاش فين ساكن؟ هاي الدار هي البروميير إيطاج. الخدمة فين جات؟ هي هذيك اللي وراكم، هذاك الباب اللي وراكم. كدير لامارش؟ لا، حيت ممر الراجلين كيف درب عمر، خاصني امتثال درب عمر. لا لا، مزيانة مزيانة مزيانة، تبارك الله عليكم، الله يعاونكم. بصح هذا قانون السير بدلنا حياتنا والله. الا انا بدا وليت كدير لامارش بزاف. ترى نسينا واحد القضيه، نسينا مسكرنا سعلال الراعي الرسمي الشاشه شو عبلاتي. الو، السلام عليكم الدراري. وعليكم السلام. وبغيت ندير واحد التدخل هاني يا الدراري. معلومه سيدي. وبغيتو الدراري قانون السير يتقاد؟ أيه، وبنادم ما يبقاش يحرق فروج وكل شيء يدير كاسك وكل شيء. وجيبوا لنا ايفه. بصراحه جيبوا لنا هيفا باش تبدل القانون. علاش هيفا باش تبدل القانون سير؟ لا، ولكن التليفون كيصون. الو، السلام عليكم. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. خويا انا في السيزيام جبت 14.80 في الجهاوي، وفي الباك في الفروض جبت 11.34، ودابا في الامتحان الكبير غنجيب هذيك 11.15.16، وحيدوا لي 4 نقاط في البيرمي. ناجح ياك؟ ناجح. واخا حتى علاقه راك ناجح. الموضوع ديال اليوم مازال بزاف بزاف ما يتقال فيه، ولكن الوقت ما بقاش بزاف. كنعطيكم موعد غدا ان شاء الله في نفس الوقيته في نفس الموضوع في برنامجكم شاشا شو. غدا ان شاء الله.